السلام عليكم، ما اعرف من وين ابدا الصراحه. او صح، للي ما يعرفني انا اسمي ثنيان خالد، طالب ادرس في كندا، تحديدا في مقاطعه بريتش كولومبيا. ادرس، اطبخ، اغسل، اكوي واستمتع بالوقت، وانزل فيديوهات على اليوتيوب. انعرفت من مواقع التواصل الاجتماعي وعن اليوميات اللي انزلها والنصائح اللي اقولها والافكار اللي ممكن تفيد الغير واشياء كثيره، فقررت اطور من نفسي ومن الفلوقات اللي انزلها. مع بدايه 2016 حذفت كل برامج التواصل الاجتماعي رغم ان عندي اجازه واقدر استانس واستمتع بالوقت اللي انا فيه، لكن اشتغلت على نفسي وجلست اقرا التعليقات على الفلوقات تعليق تعليق، واحاول اشوف الايجابيات واطور منها واشوف السلبيات وابعد عنها، مثل كلام كان مفروض ما اقوله، شكل مو مناسب يطلع في اليوتيوب واشياء ثانيه. صرت اشوف مشاهير الفلوقات واخذ من كل واحد شيء، اخذ من هذا الايجابيه واخذ من هذا الابداع ومن هذا المتعه. صرت حتى اشوف اشخاص ما نجحوا في الفلوقات واحاول اعرف الاسباب. لحظه ثنيان، كانك تحمس شوي، ترى كلها قناه على اليوتيوب مو ام بي سي. سكر اللابتوب وروح نام وانسى الموضوع. دقيقة، تعال افتح الانستغرام شوف عدد الاشخاص اللي يسألون عنك خلال هذا الاسبوع بس. الحين روح اقرا الكومنتات على الفلوق الاخير، شوف ايش يقولون. ناس مهتمة، ناس تغيرت حياتهم، ناس خصصوا وقت عشان يشوفون فلوقات. تحمست من جديد صح؟ ارجع سكر اللابتوب وروح نام. لا ماني مسكر شيء، بجلس هنا واحاول اسوي اللي اقدر عليه. طيب يا باشا لا تزعل، الحين ركز على اللي تبغاه. كنت اعطي كل برنامج 25%، طيب الحين حاول تعطي اليوتيوب 100%. جاوب على اغلب التعليقات وساعد اللي تقدر عليه، تكلم عن موضوع الابتعاث، شوف شخص يبغى يخسر وزن، شخص عنده سؤال عن برنامج المونتاج، شخص يسأل عن تنظيم الوقت، وأسئلة كثيرة. ممكن البعض يسأل طيب ليه ثنيان تسوي كل هذا؟ أنا ما سويت كذا إلا لما شفت أنكم قريبين مني وشفت الفرق عن قنوات الثانية، تفاعل كبير، مشاهدات تعتبر ممتازة بالنسبة لعدد المشتركين، لايكات أشخاص مشتركينهم بالملايين ولا قدروا يجيبونها. صرنا ننافس بعض القنوات الكبيرة، وكل فلوق بفضل الله ثم فضلكم يدخل من ضمن الأكثر مشاهدة في السعودية. شيء يسعد ويستاهل انك تخصص وقت عشانه. بستمر مثل ما انا عليه، بصور دائما خلف الكواليس مثل الحين وانا اتكلم. لا والله يا ثنيان، يعطيك العافيه على المعلومه. لا ان شاء الله راح استمر مثل ما انا عليه، واي فرصه تغيير الافضل باذن الله ما راح افوتها. وفي فلوقات كثيره صورتها لكن ما نزلتها على اليوتيوب. اذا بتسال ليش، لان الفلوق مدتها 5 دقائق او اقل. قلت للاشخاص اللي في سناب قالوا ثنيان تستهبل، نزل اي فلوق لو انه مدته 3 دقائق. فقررت من اليوم ورايح اي فلوق مهما كانت مدتها ان شاء الله راح انزله، لكن اهم شيء ما نقطع. في سنه 2014 نزلت 23 فلوق ووصلت عدد المشاهدات الى 500,000 ما شاء الله تبارك الله. وفي سنه 2015 نزلنا 52 فلوق ما شاء الله تبارك الله ووصلت عدد المشاهدات الى 3,000,000 مشاهد. في سنه 2016 راح نشوف كم فلوق نقدر نوصل وكم راح توصل عدد المشاهدات. كل اللي نحتاجه هو بس دعمكم، وباذن الله راح نستمر سلسله فلوقات. هذه المره نقول سنه جديده وفلوقات جديده، حدد يا جديده يا جديده. كان معكم ثنيان خالد، خليكم دائما متفائلين وايجابيين، والسلام عليكم. راح انزل صوره جديده في الانستغرام وانتظر تعليقاتكم هناك. سلام. في 2014 نزلت 43 فلوق، 43 بخشمك.